ميناء الصيد البحري قليبيا اللي 50-60% من الانتاج الوطني هو متاتي من ميناء قليبيا. عندنا 50 وحده صيد سمك ازرق، 25 وحده صيد بالجر، لكن في موسم الذروه كنقولوا من ماي مثلا حتى سبتمبر نجم نوصلوا في الميناء ل 400 وحده متاتيه من مختلف الموانئ، هي مراكب عابره وتهبط في ميناء قليبي. المشاريع الموجوده في ولايه نابل هو اساسا عندنا مشروع تاهيل ميناء الصيد البحري بقليبيا بقيمه تقدر ب 20 مليار. عندنا القسط الاول اللي هو 4 مليون دينار 4 مليارات اللي هو انشاء ارصفه جديده، وعندنا القسط الثاني اللي هو اصلاح الارصفه العايمه والموجوده زاد بقيمه 4 مليون دينار، انطلقت من 2019، نسبه انجاز هي 70%. عندنا بقيه الاقساط هي اونكو دونك قاعد يتقدم، لكن ثم اري توقف اشغال من 25 مارس 2022. الشركه توقفت على الاشغال، ما نعرفوش علاش. بعثنا مراسله في الغرض للمصالح المركزيه ووصلت الوسط الجهويه ووصلت المركزيه، ونشوف ان شاء الله في القريب العاجل ترجع الاشغال. بالنسبه لميناء الصيد البحري بقليبيا، الاشكال اللي فيه هو اشكال توقف الاشغال صيانه في قسطها الاول والثاني، توقف اشغال صيانه وتهيئه الميناء ما يقارب اكثر من 3 أو 4 شهور توقف الاشغال. عملنا جلسات لحث الاطراف المعنيه والمداخله في المشروع باش بضروره تسريع الاشغال ومعناها وترجع لنسقها الطبيعي. من الاسباب الحاجات توا احنا اللي بالنسبه لميناء الصيد البحري بقليبيا اللي مقلقتنا كوكاله موانئ تجهيزات الصيد البحري هي الاكتظاظ الحاصل. فما ارصفه معناها ما رجعتش معناها في طور الاصلاح وتوقفت، وعندنا بتبيعتنا احنا اكتظاظ والميناء فيه اكثر من طاقه الاستيعاب نتاعها، هذا ما زاد الطين يبلق. ميناء قليبيا هو الميناء الثالث على مستوى الجمهوريه على مستوى الانتاج بعد صفاقس وطبلبة يكون ميناء قليبيا. مرعنا كان سلطة الإشراف اللي هي مديرة مشروع تهيئة المواني تصرف الأقساط المستحقة للمقاولين بميناء طبلبة وتخلي ميناء قليبيا بدون صرف أقساط، معناها هذاك اللي خلى المقاولين متوقفين عن النشاط لتوا 3 شهور، وهذا مسبب اختناق كبير في ظل انطلاق مواسم الصيد البحري. واحنا نعرفوا الناس الكل اليوم الذروة متاع صيد السمك الأزرق، كذلك الصيد بالجر والصيد الساحلي، معناها الوضعية المزرية، أرصفة شيء متهالك، شيء في طور الإنجاز بنسبة من 50-70%، وشيء مستغل بطريقة عشوائية خطر الناس ماهيش لاقية وين تحط الشباك متاعها وين تقوم بعملية الصيانة الدورية واليومية متاعها. بحارة راهي تعاني، معناتها خاصة نحن في ولاية نابل، أنا نحكي لك على ولاية كاملة وعلى ميناء الصيد البحري بقليبيا، بني راهو معناتها بحاره ما فماش حتى مسؤول، بني راهو جي وسهل لنا على بحاره بني ميناء قليبيا اللي احنا بني اليوم عندنا موسم صيد البوسيف، معناتها يبدا معناتها بدي هو خاصه، حتى مسؤول جهوي ولا محلي لا جي ولا سهل بني شنو بني الوضع نتاعنا. عندنا مقاول اليوم بني 3 سنين بني ما فماش هرب اصلا، فاني ما فماش معناتها غادر الميناء، ماتريالو هو موجود فاني مخليه فاني زاده فاني معطلنا احنا اليوم كبحاره حتى في الانزال معناتها بتاع الانتاج نتاعنا ما تلقاش وين معناتها تهبطوا، سقايل مكسره، بورد كامل فيه سقاله، الاكتظاظ على المستوى فاني البورد كامل فاني اليوم يجوك فاني من مرحبا بالخيال الكل من صفاقس من القلعه من الدنيا كل فاني البورد معناتها فاني يرفع فني الناس كل فني، واحنا فني عندنا سقاله برك. المطلب الرئيسي فني البنيه التحتيه فني بتاع البورت فني والمقاول فني نحبوا نعرفوه معناتها فني وقتاش يكمل لنا فني معناتها البورت فني وضعي فني مطلبنا، ونحبوا على الصوره الجهويه معناتها فني طلع علينا، وهذه مطالب نتاعنا فني.